يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قيل لشخص إن ترك الصلاة مع الجماعة فسق وترك الصلاة بالكلية كفر، قال أنا لا أقبل بهذا وإنما أريد أن أحكم عقلي في هذا الأمر، فما الحكم في مثل هذا الشخص؟ هذا يريد يحكم عقله ولا يريد يحكم الشرع، هذا يوليه الله ما تولى، يوليه الله ما تولى، هذا معناه أنه قوله يؤمن بالشرع ولا يؤمن بالأدلة وإنما تؤمن بالعقل. نعم، هذا ضلال والعياذ بالله. نعم.